ومن تفاصيل ليها علاقه بالشؤون المحليه، امبارح كان في تصريحات متصدره المشهد ليونيل ميسي صاحب طبعا الارقام المميزه، خلاص اثبت نفسه ان هو خارج المنافسه، حتى مع كريستيانو رونالدو ممكن الناس تكون بتميل لكريستيانو اكتر من ميسي، ولكن الارقام والانجازات والبطولات خلاص كلها اصبحت كامله متكامله، الليست ما فيهاش حاجه ناقصه بالنسبه ليونيل ميسي اللي حقق كاس العالم مع المنتخب الارجنتيني في قطر 2022 من فتره قصيره. وبدأت بقى تصريحات ليه تكون بتظهر في الساعات اللي فاتت، وقال لقد شعرت بأن كأس العالم يناديني، كل شيء كان أشبه بالخيال. كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي عن كواليس تتويجه ببطولة كأس العالم بنسخة 2022 التاريخية برفقة منتخب الأرجنتين على حساب نظيره منتخب فرنسا في المباراة النهائية، وقال منذ أن أصبحنا أبطال العالم هذا غير كل شيء بالنسبة لي، نحن الآن نستطيع أن نقول بأننا أبطال العالم، لقد كان حلم لنا انتظرته طويلا في مسيرتي والآن أصبح حقيقة. قال كمان كل شيء تخيلته ظهر صغيرا للغاية مقارنة بما عشته في الواقع، ما شعرت به وما رأيته أن الأرجنتين عليه أن يعني يكون بيشعر بكل المسؤولية عليه من كل الجماهير، والحاجة اللي ما قدرتش أتخيلها أو أوصفها إطلاقا كانت ليها علاقة أن أنا حاسس أن أنا بحلم وأن ده أشبه بالخيال. قال برضو لقد وضعنا كل طاقتنا من أجل هذه اللحظة لنكون أبطال العالم، ونحن نستحق أن نصل لذلك ونحقق هذا الإنجاز. وقال كمان لقد كانت دائرة مغلقة يجب أن ننهيها بالكامل، حققنا كوبا أمريكا منذ عام تقريبا وحان وقت كأس العالم وحققناه في النهاية، لقد حققت كل شيء في مسيرتي الجماعية والفردية، لقد كانت طريقة مثالية لإنهاء مسيرتي. وقال لقد شاهدت كأس العالم يناديني والآن أستطيع أن ألمس كأس العالم وهو ما حلمت به طويلا، كل ما كنت أريده هو أن أقبل هذا الكأس، لقد كانت تلمع في عيني بطريقة رائعة. واختتم ليونيل ميسي لقد كنت أتمنى أن يكون مارادونا موجودا معنا ويسلمني الكأس بنفسه، كانت ستكون لقطة رائعة. وأكيد كل الجماهير مش بس الجماهير الأرجنتينية، جماهير العالم كانت تتمنى تشوف أسطورة بيسلم أسطورة كأس العالم، حاجة زي دي أكيد يعني كانت كتب التاريخ في الكرة هتكتبها، ولكن ما حصلش ده. ولكن نقدر نقول ان ميسي خلاص يعني من اللعيبة اللي التاريخ كده كده كان هيفضل متذكرها طول الفترة اللي جاية، ولكن بحصوله على كأس العالم وقيادته لمنتخب بلاده لتحقيق اللقب ده هو اكيد حط نفسه في مكانه زي ما هو قال، حققت كل حاجه فردي وجماعي مفيش حاجه ناقصه. يعني طبعا كان انجاز عظيم جدا تابعناه من فتره قصيره، وهنشوف بقى اكيد مين اللي هيكون خليفه للجيل المميز اللي كان فيه كريستيانو وميسي وليفاندوفسكي وعدد كبير ولوكا مودريتش، عدد كبير من النجوم اللي استمتعنا بيهم في نسخ ماضيه من كاس العالم. اللي جاي اكيد هنبدا نشوف ظهور لنجوم تانيين، الناس كلها مركزه مع امبابي، بس اكيد هيكون في نجوم كتيره جدا زي امبابي في المرحله العمريه دي، هم اللي بيقودوا بقى شاره استكمال نتائج مميزه واداء رائع وقوه بدنيه وموهبه وكل حاجه عايزين نشوفها في الكوره بنتابعها اكيد في العرس الكروي الاكبر كاس العالم.